لتبسيط زيارتكم للسوبر ماركت ولنعملها صحية أكثر، الأفضل ناخد معنا ليستا بأنواع الأكل البنا نجيبها. ليه؟ لأنه أول شيء إذا ما عملنا هالليستا مرات رح نتشهى، وشو تشهينا رح نشتري. بالإضافة لهالشيء منقول إنه ما نروح على السوبر ماركت أبداً جوعانين، لأنه رح نختار شي شوكولا أو شي تشيبس ناكله خلال اختيارنا للأكل، والزيادة إذا كنا جوعانين رح نختار الأكل اللي منه صحي ونشتري.